نرحب فيكم مستمعينا ومشاهدينا عبر إذاعة MBC FM وتطبيق MBC مود، وشاهد أيضا من خلال البث المباشر تقدرون تتابعونا. أكيد اليوم معنا ممثلة تألقت في عالم الفن السعودي في التمثيل، المسرح، وجديدها أيضا السينما، الفنانة ضايعة نرمي محسني. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا أحمد، سعيدة اليوم جدا بتواجدي معاكم للأمانة، وفرصة سعيدة أنه في هذا اليوم المميز بالنسبة لي أنه أكون معكم بعد. والله اليوم خميس وجوة حلوة ونرمي المحسن، يا سلام يا سلام. كملت زال الجو في الرياض مرة صح يا سلام. قبل ما نتكلم على الأجواء وكيفك مع الأجواء، خلينا كذا نبارك لك ونقول لك ألف مبروك. يعني اليوم برضو اللي زاد المفاجأة مفاجأتين، ألف مبروك توقيع عقدك مع MBC تالنت. صراحة يعني هذه الخطوة اللي أنا أعتقد أنها جدا رائعة، كلمينا عن هذا التوقيع ونبارك لك. أكيد الله يبارك فيك، أنا سعيدة جدا أكيد في هذه الخطوة، أعتبرها خطوة مرة مهمة في مسيرتي الفنية. MBC بشكل عام هي بيتي الفني الأول، وانطلاقتي كانت من MBC وشهرتي وأن الناس تعرفني وتتعرف علي من خلال هذه الشاشة الرائعة اللي أكيد هي عملاقة الفن والإعلام العربي. طبعا طبعا. يعني إيش تعني لك أو إيش يعني لك هذا التوقيع، توقيع اتفاقية مع MBC تالنت، وإيش اللي راح يضيف لك وإيش المزايا؟ أنا بالنسبة لي أنه أكيد يعني الكثير، لأنه للأمانة الفنانين كلهم أكيد اللي اشتغلوا عندهم تجارب مع MBC من بدايتهم إلى الآن يعرفوا كيف الاحترافية والبرفكت بكل شيء، فأنا عارفة أنه قد إيش رح يكون في فرق أكيد لما أنت تكون أنك كممثل قاعد تهتم بكل التفاصيل، بينما أنه تالنت هي اللي قاعد تهتم بتفاصيلك، وما بالك لو كانت MBC. صحيح. فMBC أكيد ما تسوي إلا الشيء اللي فعلا للأمانة دائما التوب، فأنا متأكدة أنه راح يكون في فرق مرة حلو أكيد. وجميل. أكيد أكيد. يعني من خلال كلامك توقيعك ممكن كثير من الفنانين أو الممثلين الصاعدين اللي يعني عندهم مجال جدا كبير في التمثيل أو في أي مجال، ممكن اليوم أنهم يوقعون مع MBC تالنت. يعني أكيد أنا دائما تجيني هذه الأسئلة، إن كان في سناب في إنستغرام، نرمين نبي نمثل، إنه كيف وين نتوجه؟ صح. كثير تجيني. أيوة أيوة. ففعلا يعني هنا الوجهة الصحيحة لأي فنان يبغى ينطلق للجمهور السعودي والجمهور العربي. فأكيد أنا دائما إنه أنصحهم للأمانة، خاصة إن يكون MBC مسوين إعلانات للتجارب الأداء MBC أكاديمي. يس MBC أكاديمي وبرضه مع MBC تالنت، فشيء مرة رائع اللي قاعد يصير أمانة أحمد. هذه الأشياء من كم سنة ممكن أن ما كانت موجودة، فاليوم مرة حلو أن لا المواهب السعودية في لهم بيت حاضن. يس، وأنه يعني يحتضن مواهبهم بطريقة مرة رائعة وجميلة ويقدمهم للجمهور. أكيد أكيد. والله يعني صراحة الواحد دائما يجي التساؤلات، أنا ليش وقفت عند MBC تالنت بالتحديد، لأنه وهذه فرصة أنك أنت وقعتي معهم. يعني يجينا التساؤلات أن الممثل أو الفنان قبل التوقيع كيف يكون أو إيش يكون، وبعد التوقيع إيش يكون أو إيش راح يصير. أنا بالنسبة لي أشوف أن يعني هل هو ينظم لك مثلا أعمالك التوقيع هذا؟ أكيد في ميزات مرة حلوة، اللي إنك أنت كفنان تعرف الآن في تيم مرة رائع راح يشتغل معك على التفاصيل. فعلا الإنسان لما يفكر لحاله غير لما يكون في عقول مبدعة قاعدة تفكر معاه، هذا شيء أكيد راح يصنع فرقنا. هذا اللي أشوفه، إنه وكل أحد مبدع بمجاله. يعني مثلا التيم اللي تشوفه معك اليوم إنه في كل المجال يعني متوزعين، فهذا شيء مرة حلو إن أنت ما تفكر لحالك، هنا في قوة أفضل وأجمل. يعني أنت كفنان أكيد أنت تفهم بمهنتك أكثر من باقي الأشياء اللي تدور حول المهنة. صحيح. يعني إيه، فهذا هو يعني ممكن الفنان يعرف يتعامل مع النص، يعرف يتعامل مع الكاميرا، مع الإضاءة، صح. مع الإخراج، مع الميك اب، فهمت علي؟ إنه هذه التفاصيل ممثل يعرف يعني من بدايته يعرف انه كيف يكون في كونكت بين هذه الاشياء. صح. لكن في اشياء حول هذه المهنه اكيد لازم يكون في عقول مبتكره معاك. 100% 100% اتفق معك، وعقول جدا جميله في MBC تالنت، يعني ابرزهم فارس يعطيه العافيه، وجه له تحيه. وجه له تحيه كبيره، فارس كان معنا من البدايه. الله يعطيه العافيه. طيب ما شاء الله تبارك الله، انت تألقتي في مجال التمثيل، مبدعه جدا تمثيل المسلسلات
وأيضا المسرح واللي راح أكيد راح نعطيه حق اليوم وراح نتكلم عن المسرح. لكن في شيء جديد عند نيرمين اللي هو السينما. أخيرا دخلتي عالم السينما. فعلا كنت دائما أأجل هذه الخطوة حتى أقول يجي الفيلم الصح، تجي الخطوة الصح، يجي الشيء اللي أحسه فعلا إنه بعد إنه ممكن أنت تصبر مدة معينة علشان تطلع بشكل صحيح. فيس أقول إنه أول فيلم، فبالنسبة لي كان خطوة مرة حلوة ومختلفة، وهو فيلم نسائي. حلو. يا سلام. بطولة نسائية. يا سلام. من بطولتك طبعا. وبرضو في زميلاتي، في خيرية أبو لبان، وفي إنجي وجدان من مصر برضو، والنعم فيهم جميعا أكيد. وبرضو في نجوم أتراك. عالميين أتراك. ما أقدر أصرح. طيب. في نجوم عرب. فحلو الخطوة الأولى بهذا الفيلم، حلو أنها كانت خطوة سينمائية مشتركة. اللي أنا لما دخلت عالم السينما قاعدة أشوف كل عرفت الثقافات المختلفة في مكان واحد، قاعدين نتبادل هذه الخبرات. كان مرة حلو بالنسبة لي، عالم جديد يعني طريقة جديدة، وبنفس الوقت ثقافات مختلفة. فكان مرة حلو. في فيلم ثاني أنا ضيفة شرف فيه، وفيلم سعودي. يا سلام. حلو. حلو. يلا ألف مبروك دخولك أيضا مجال السينما، تستاهلين أكيد. وهذا الشيء المفروض أصلا أن يكون من زمان، يعني أنا ودي أسأل أنه ليش مو من أول، لكن جت الفرصة. ألف مبروك وإن شاء الله منها للأعلى. ويعني أنت تقولين أنه شيء جديد عليك، في بعض الأشياء كانت جديدة. إيش اللي يفرق معاك في التمثيل في المسلسلات، أو حتى يعني في المسلسلات بشكل عام، أو حتى بعض البرامج، لكن إيش يفرق عن السينما؟ السينما التفاصيل، تفاصيل مرة، يعني إنه غير عن عالم ممكن الدراما أو الكوميدي أو السكتشات، أو يعني هو كل أمانة كل خط كل لاين لا عالم خاص. أنا أشوف يعني حتى مثلا إنه الدراما ما أقدر أقارنها بالسكتشات والتقليد، هذا عالم آخر، مدرسة فنية أخرى مرة. ما لا ما يعني ما في ربط بينهم، فانك تربط بينهم فواو حلو. السينما التفاصيل الصغيره تفرق مره في الاداء، ضبط الاداء في الكادر، انه حرصا ان شاشه السينما مره كبيره، فانت ما يكون الرياكشن عندك، ما ينفع يكون رياكشن مسرحي مثلا ولا يكون رياكشن درام، قد ما يكون انه لا اوكي سينما، فيختلف التفاصيل. هذه اللي يختلف فيها صراحة. يس. يعني موضوع أصلا السينما عالم كبير يعني صراحة، وأكيد إن شاء الله راح تنجمين فيه كعادتك يعني نيرمين. طيب خلينا بعد، إذا بما أنه تكلمنا على المسرح، أنا أحس أنا حضرت لك أكثر من مسرحية. هذا شيء مرة أسعدني والله. لا صحيح، يعني ما شاء الله تبارك الله، من الأشياء الجميلة اللي تقدمينها دائما في المسرح. أحسك تعطين روح مختلفة نيرمين عن التقليد، عن الشاشة، وخاصة أنك أنت يعني ما شاء الله مبدعة باللغة العربية الفصحى، وهذا شيء مو سهل أنك أنت تحفظين نصوص باللغة العربية الفصحى وتقدمينها على المسرح. كيف نيرمين تستعد للمسرح، وإيش تشعر نيرمين إذا طلعت على خشبة المسرح؟ للأمانة أحمد، أنا أشعر أنه أحس نفسي كأني طائر قاعد يحلق بالسماء في المسرح، هو سيد الفنون. وأحس أن هذا عالمي مرة، يعني أحس بالانتماء للمسرح، نقد إيش عظيم. وأنت كممثل قاعد تستشعر الحس الفني المتواصل. إحنا في المسلسلات وفي الدراما يعني تكون في كات تو بريك، وبنفس الوقت إحنا ما نصور بشكل متواصل، يعني المشاعر أو السكريبت. يمكن الحين أصور الحلقة 30، المشهد اللي بعده حلقة 1. فهمتك. ما في ربط بينهم في على أرض الواقع، وفي التسلسل صح. إلا أنت كفنان أنت تضبط نفسك، تكون عارف وخلاص رسم الكاركتر وفاهم وعارف هذه الأشياء. في المسرح أنت قاعد تتصاعد، تعيش عالم رائع فعلا. وبالنسبة لي أنا يعني اللغة العربية أعشقها منذ نعومة أظافر. من متى يعني أتقنت اللغة العربية الفصحى؟ ترى مو سهل يعني الواحد أنه يقدم مسرحيات أو يقدم شيء باللغة العربية الفصحى ومتواصلة. أحبها، يعني كان ممكن عمري 9 سنوات بدأت تتقنينها. من 9 سنوات من قراءة، كان وقتها القصائد والاطلاع على الشعر، فكنت مرة أحبها. فهذا الشيء ساعدني أنا وصغيرة أني بديت
يعني من الصغر أحس إنه لا أنا مرة أحب هذه المادة وهذه اللغة وأعتز فيها جدا. يعني حتى إنه بعض الأحيان ما أحب الاستخفاف بلغتنا أبدا, لغتنا لغة عريقة جدا, فأحب قد إيش هي لغة عميقة وفيها مفردات عظيمة, وبنفس الوقت مستحيل تلقى لغة ثانية يعني تشوف المفردة الواحدة ممكن تأخذ أكثر من معنى 100%. أحس إنه اللغة العربية بحر عظيم من الإبداع, فجد أنا مرة أنبسط لما أشتغل أعمال فنية باللغة العربية, وأتمنى هذا الشيء يا رب إنه يكون برضو في التلفزيون. يعني حابة أنه كمسلسلات أو كأفلام, مسلسلات أو أفلام تكون باللغة العربية, لأنه يعني الحمد لله أني مرة متمكنة فيها, وأنه برضو يعني مثل ما قلت أحمد أنه أنت تكون على خشبة المسرح وماسكها 100%. يلا إن شاء الله نقول يا رب, وهذا شيء أكيد مو بصعب عليك, أنت ما شاء الله صرت يعني عندك إمكانيات جدا عالية صراحة, ما شاء الله تبارك الله, وهذا شيء معروف عنك نرمين محسن, مسلسلات أفلام, حتى في التقديم ما شاء الله تبارك الله, التقليد ما شاء الله شاملة كل شيء, ذكاء اصطناعي ما شاء الله. باقي تغني أصدمكم, صوتك حلو تغنين, أعطينا كوبليه كذا على الماشي. خاف المستمعين الحين يختفون. لا أجل خليهم معانا, وأستاذنك وأستاذن السادة المستمعين, فاصل قصير ومن بعدها راجعين مكملين معك. الفنان نيرمين محسن تقدرون تتابعونا عبر تطبيق MBC مود, وعلى شاهد ضيفتكم وضيفتنا على إذاعة MBC FM. خليكم معنا, الأجواء جميلة هنا في استديوهاتنا وأيضا في جميع مناطق المملكة, واللي زادها جمال أكيد ضيفتنا اليوم الفنانة الرائعة نيرمين محسن. يا أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. نيرمين تعودنا إحنا نشوفك في شهر رمضان بأعمال مختلفة, إيش مجهزت لنا رمضان هذا؟ طبعاً أنا أكون مرة سعيدة أمانةً لما أكون يعني جزء من كوكب الفنية السعودية اللي تنتظرها العائلة في رمضان. رمضان هذا للآن أنا ما أقدر أقول على أعمال معينة, لأنه الآن أمامي ثلاث أعمال ما شاء الله. حلو, عمل واحد طيب, العمل فيهم عمل واحد, ما نفذتي ولا واحد. أمامي الآن على الطاولة ثلاث أعمال اللي هي يعني معروضة من أول, فشيء حلو فيه منها دراما وفي منها كوميدي وفي واحد ممكن نقول عنه سكتشات وكذا ولا لا. العمل هذا ممكن نقول عنه شوي نفسي سيكولوجي يعني. حلو. يس. عربي لأول مرة يعني. ففي هذه الثلاث أعمال أنا أمامي على الطاولة. حلو. يعني معروضة كانت سوري إلى المشكلة الجوال عصامت, بس ما قبل تقنع الاستوديو حنا قال الجوال عصامت, بس ما أدري فيك حطت على استنين اتصال شكلك أو شيء, رسالة إيداع شكلك شكلة إيداع. فللآن أنا ما أقدر أحدد من رمضان رح تكون هذه الأعمال في رمضان, رح تكون برا رمضان يعني. بس في منها أعمال عرضت قبل في رمضان اللي فات مثلا, في عمل رمضاني عائلي عرض في رمضان اللي فات. حلو. يلا ان شاء الله نحاول نعرف يعني. طيب. يلا كنت منكد كل التوفيق يا نيرمين, وانت دائما مبدع بكل المجالات. طيب ايش موضوعك مع التقليد؟ يعني احكي لنا عن حبك للتقليد, احكي لنا عن هذا المجال, وابغى اعرف ايش اكثر شخصيه قلدتيها وخلينا نقول ممكن جت منها رده فعل. تقليد انا يعني إنه أنا بديت بالوسط أنا صغيرة, كنت بالمدرسة يعني. أنا لما دخلت في مسلسل واي فاي كنت توني طالبة في المدرسة يعني, حتى مش في الجامعة. هذه معلومة جديدة. كنت يعني توني في الثانوي. حلو. يس. فوقتها لما كنت أصغر شوي في المتوسط كنت أقول إن كنت أحس نفسي إني أتشرب الآخرين. حلو. اي احد تشوفينه ممكن كذا اعرف اني امتص كذا زي اسفنجة, عرفت اللي تعرف تمتص الشخصيه نفسها. ايوه الكاركتر. فلما جاء عرض علي واي فاي, والى الامانه هذا العمل الى اليوم انا افتخر فيه يعني. صحيح. هو من بداياتي الفنيه ومن انجح الاعمال الكوميديا السعوديه الى اليوم. صحيح. واي فاي طبعا افتخر فيه مره. وبرضه كان الجميل فيه انه احنا كفنانين نقدر كنا نبحر فيه ونبدع فيه ونقدم كاركترات ما تشبه بعض. صح. فانا اكتشفت نفسي بواي فاي انه انا اعرف اقلد
لما قالوا لي إن ترى إحنا عندنا برنامج كوميدي لكن كله يعتمد على التقليد، كان تحدي بالنسبة لي. قلت أوكي أنا قدها طبعًا. أنا أعرف التقليد سبب لك مشاكل؟ للأمانة في بعض الأحيان كانوا يصدقون إن هذا الكاركتر أنت، بس هذا مو أنت. أعطينا كاركتر واحد مثلاً. يعني مثلاً أنا قلت يعني كاركترات ما تشبه بعض. صح. يعني في كاركترات إعلاميات، في كاركترات فنانات، في كاركترات قديمة. صح. يعني مثلاً في مرة كان في كاركتر الممثلة القديرة زبيدة ثروت قديم. صح. مثلاً ما تشبه سميرة توفيق. قلت سميرة توفيق وهيفا وهبة ورانيا برغوت وكاركترات كثيرة يعني. بس أنت ما جاوبتني إلى كلهم الآن. عرفت لأنه ما يشبههم بعض، فأحيانا الناس على بالهم أنه أوكي أنت قريب لهذا الكاركتر لأنه أنت ضبطته، فأنت صح. أنت كممثل ترى ما لك دخل، أنا قاعد أمثل يعني. أي قاعد أمثل وقاعد أقلد يعني. أي أقلد بالضبط. فالحلو أنه أنا أمانة ما أحب أجرح في التقليد، ألعب على الجانب النفسي، الجانب انه كيف هذه الشخصية تتحاور، كيف تتكلم، كيف ردات فعلها، احاول اني اتشربها. اي بس اغلب تساؤلات الناس نرمين لا في احيان عرفت التقليد اللي يجي فيه ترى جرأة من الممثل على الكاركتر اللي قاعد يقلد 100%. فانا هذا شوي انا ابتعد عنه، فكان الحمد لله كل الناس المشهورين والفنانين محفظ الالقاب للجميع، ما حد جاء منه ردة فعل سلبية، ما حد تضايق، لأن دائما الناس تسأل تقول طيب اللي تقلده أو اللي تقلدها ما يزعلون؟ أنا ألعب هذا الموضوع إنه إيش ما أسوي ردة فعل مني إنه تكون فيها تجريح أو تقليل أو استهزاء. يا سلام. صحيح. وهذا اللي طبعا شفناه منك وتعودنا يعني منك أكيد نرمين، وانت ما شاء الله تبارك الله محبوبة لدى الجميع صراحة يعني بشخصيتك أكيد وبحبك للناس دائما. طيب خلينا بعد يعني أروح معك شوي إلى شيء يعني تجربة كذا غيرت نظرة حياتك، تجربة سويتيها غيرت نظرتك للحياة أو مفهومك للحياة. تجربة مرت عليك قبل؟ تجربة على أرض الواقع أنا فنية؟ أي فنية يعني. تجربة فنية حسيت أنها غيرت فيك شيء؟ ممكن في بعض الأعمال اللي تتكلم عن قصص اجتماعية يعني أنه إيه تترك أثرها في النفس. يعني في أعمال درامية تتكلم كانت برضو عن حالات، مثلا أنه في واحد من الأعمال كان يتكلم عن بنت أنه دخلت بعلاقة حب وتورطت فيها وبعدين نتج عنها أمور سلبية كثير. هذا الموضوع أدى إلى أنه ممكن وفاة والدتها بالمسلسل بسبب أنه لحظة تهور منها. فأوكي أثر فيني أنه هذا وعي. صح. يعني وعي للممثل اللي قاعد يأدي ووعي للمتلقي. فحلو أنه فعلا أنه في بعض الأعمال تحمل رسالة. صح. فما نقول كلها تكون واضحين، بعضها فيها بعضها يعدي مرور الكرام وبعضها بعضها يكون فني. صح. للترفيه للسعادة. ليش إنه نصنع إحنا ترفيه، نصنع سعادة للجمهور، وبعضها يكون فيها مسج رسالة، فما ينفع كلها تكون رسالة. صح. عرفت يعني. أوكي. يعني ممكن العمل يكون فيه رسالة. يكون بعضها. بالعكس حلو إنه بعضها يكون لا صناعة سعادة. صح. 100%. يا سلام. هذا الجواب الجميل صراحة. لأن أحيانا في بعض الأعمال الواحد يقول طيب إيش الهدف، إيش الرسالة؟ الرسالة إنك تبتسم تنبسط صناعة السعادة مثل ما قلتي. 100%. نرمين محسن ضيفتكم وضيفتنا اليوم مستمعينا ومشاهدينا على إذاعة MBC FM وتطبيق MBC مود، مستمتعين معك بالدردشة والسوالف أكيد في هذه السهرة الخفيفة واللطيفة في يوم الخميس الونيس. فنان نرمين محسن، استاذنك واستاذن السادة المستمعين، فاصل قصير ومن بعدها راجعين مكملين معك في الجزء الأخير ونواصل مين معاكم في أجواء سهرتنا اليوم في برنامج من الرياض. نحدثكم ضيفتكم وضيفتنا الفنانة نرمين محسن. يا أهلا وسهلا مرة ثانية فيك. يا أهلا فيك كل المستمعين. احنا لايف على تطبيق MBC مود وعلى شاهد، تقدرون تتابعونا بالصورة والصوت. اليوم خلينا بتكلم معاك شوي نرمين، ايش هو العمل اللي حسيت ان هذا العمل مثل لك تحدي كبير وانت كيف تعاملتي معه؟ انا ممكن بالنسبه لي اشوف ان العصوف
العصف. يس دور هيلا بالنسبة لي كان من الأدوار اللي مرة أنا أحبها وقريبة لقلبي وعزيزة علي. وكانت محطة فنية هامة بالنسبة لي لأنه يعني نتكلم عن حقبة زمنية معينة، عن ماضي جميل يخصنا إحنا كسعوديين. صحيح. والكاركتر يعني كان مرسوم فيه قوة وفيه جرأة فحبيت هذا الشيء. جميل. في منا ممكن جت وقتها وشيء حلو إن الناس كانت مصدقة إنه أنا كذا صاروا يكلموني على إني هيلة. أنا عرفت إن يعني يزعلون مني وما أدري إيش كيف تسوي كذا وإيش تقصدين بهذا الشيء. يعني قصدك إنه يبدون مثلاً يتكلمون أو يتهجمون باللي يشوفونه في الشخصية. أي مبدأ أي هيلة بس هم يتكلمون عن إرمي. طب ما له دخل. هذيك هيلة هذيك في التمثيل أو في المسلسل يعني. طيب بما أن تكلمت شوي عن التعليقات اللي تجيك في زمن التواصل الاجتماعي، أنت صرت قريبة من الناس وتتلقين تعليقاتهم يمكن في كل مكان. صحيح. يطلع لك إنستغرام سناب شات تيك توك في كل مكان أو حتى يمكن في الشارع. أنت كيف تتعاملين مع الانتقادات أو حتى الهجوم اللي ممكن يجيك من المتابعين بشكل عام؟ أول شيء أنا مرة أحب هذا الشيء، يعني بالنسبة لي السوشيال ميديا برضو أن فيه هي لها إيجابياتها مثل ما لها سلبياتها. يعني أحيانا دائما تطلع تلقى ناس قاعدين يتكلمون بس عن سلبيات السوشيال ميديا بالسوشيال ميديا. صح. فهمت علي؟ أيوة. طيب غريب الموضوع. أيوة يعني لا ترى في إيجابيات، في إيجابيات حلوة أن تقربك من الناس اللي تحبك وأنت تحبهم وتقرأ برضه كومنتات مرة حلوة وتشوف مشاعر الناس معاك في كل الظروف اللي أنت تمر فيها في هذه الحياة. يعني أنت كفنان أكيد إنه عندك وخاصة لما تكون بادي من عمر صغير وقاعد تكبر معاهم هم. صح. يكبروا معاك فيصير في سلسلة متواصلة معاهم خلاص يكونوا معارفينك حاليا ويبدون يربطون أشياء قديمة في أشياء حالية. بالضبط. وقل إيش حلو بالعكس ما شوفك إن أنت قاعد تكبر وتتطور وشخصيتك قاعد تتطور. يعني حال أنت ممكن ما تعرف هذا الشيء إنه هم يسلطون الضوء على هذا الشيء يقولك إنه بالعكس أنت قد إيش قاعد تصير أفضل 100%. فشيء مرة حلو لما تسمع هذا الإطراء. وبالنسبة للنقد البناء أحترمه جدا 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 جدا، أحترم النقد اللي يكون فعلا بناء ويعني ومفيد ويضيف لك مفيد يعني. وبرضه يعني من بادرة أن أنت تطور من نفسك. ولكن خلينا نكون برضه إنه واضحين، هذا العالم مليء بالمزيفين ومليء بالفيك أكاونت. صحيح. وأي أحد الآن يقدر يسوي أكاونتات مزيفة ويتهجم عن أي شخص في الحياة. 100%. للأسف هذه من سلبيات السوشيال ميديا. لا إيجابيات، هذه إيجابياتها وهذه من سلبياتها برضو. فاليوم أنا أعرف أفرق بين النقد البناء والحقيقي، من أشخاص حقيقيين. نعم. من حسابات حقيقية أوكي حطوا يعني بين عيوني أكيد. أما بالنسبة لي لما تشوف إنه في شيء إنه اوكي واضح انه مش حقيقي فهنا خلاص تفهم انه انت اتجاوز كفنان انك فعلا تسوي سكيب. وبرضه هذه نصيحه اقولها للفنانين المراهقين اللي توهم الحين طالعين. صح. انه فعلا ما يتاثرون بالناس الوهميين اللي موجودين بهذا الفضاء. فبالعكس انتوا تحترموا وتقدروا راي الجمهور الحقيقي بالحسابات الحقيقيه، اما الحسابات الوهميه لا. كيف يفرقون ولا يصير يوضح مع الأيام؟ سحس إنه يوضح إن الحسابات وشيء وعرفت اللي يجوا وراء بعض وكذا يكتبون مع بعض. صح. أيوة يجيك حساب كلام وأرقام. أيوة أيوة واضح إنه ولا في صورة وشيء اللي عرفت اللي إنه متابعين ثلاثة و بالضبط تشوفهم كذا جايين وراء بعض أيوة. فتفهم هنا إنه لا هذا شيء إنه حسابات مهمية قاعدة مثلا. والله كلام جميل ومفيد يعني خاصة الكل أحد ممكن يكون عنده حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يسوي مثل ما قلت أنت سكيب أو أنه يتجاوز كثير من التعليقات. أنه تتجاوز هذا الشيء فعلا. أما لا النقد البناء بالعكس يحترم. كنت حساسة زمان تتأثرين من التعليقات وتجاوزتي؟ إيه. ولا أنت من أول كذا؟ لا أنا كنت أول أن أتحسس أنه لأنه كان أساسا يعني بالنسبة لي عالم جديد يعني. صح. وأنه ما كنت فاهمة بعدين فهمت إيش قاعد يصير. أوكي الموضوع كذا. حلو والله صراحة الوقت جدا جميل معاك ويمشي والوقت انتهى صراحة اليوم. احنا وصلنا لختام ساعتنا الأولى وأيضا لقانا. شكرا لك لتلبية هذه الدعوة اليوم الفنانة الرائعة نرمين محسن، وإن شاء الله دائما نشوفك متألقة. وألف مبروك توقيع اتفاقية نرمين محسن مع MBC Talent، ونتمنى لكم دائما الازدهار والتوفيق والنجاح في كل أعمالكم.
شكرا من القلب أحمد، أنا مرة سعيدة اليوم أني كنت معاكم مع المستمعين الرائعين واللي يتابعونا بعد عبر ميسيمود وشاهد. وإن شاء الله دائما نلتقي فيكم خير سعادة وإبداعات قادمة إن شاء الله كلنا مع بعض في عالم الفن والإعلام السعودي بإذن الله. شكرا لك الفنان نيروين محسن، أما أنا أحمد هاشم لسه مكمل معاكم الأجواء في من الرياض، نحدثكم.